أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا ومتابعي طقس العرب في السعودية. نهار اليوم سادت أجواء غير مستقرة في عديد من المناطق، عطلت زخات من الأمطار متفاوتة الشدة فوق منطقة جدة بما فيها مدينة جدة ومكة المكرمة وأجزاء من المنطقة الشمالية والشمالية الشرقية. التوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة تسود أجواء مستقرة، تتفرق بعض الغيوم 13 درجة مئوية كحرارة دنيا، الملموسة 13، الرطوبة مرتفعة والرياح تكون شمالية غربية معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة نبدأ بالمنطقة الشمالية، سكاكا 17 إلى 9، عرعر 15 إلى 8، تبوك 20 إلى 8، مع عودة الاستقرار على الطقس بإذن الله. بالنسبة للمنطقة الغربية نبدأ بمدينة جدة حيث يسود طقس غائم جزئي 32 إلى 23، المدينة المنورة 27 إلى 17، مكة المكرمة 31 إلى 21، والطائف فرصة زخات من الأمطار 23 إلى 14. نذهب الآن للمنطقة الجنوبية الغربية، الباحة زخات رعدية من الأمطار 19 إلى 12، أبها 20 إلى 10، وجازان 29 إلى 26 درجة مئوية. الدمام طقس غائم جزئي 24 إلى 16، حفر الباطن 21 إلى 10، والإحساء 23 إلى 13. العاصمة الرياض فرصة لزخات خفيفة من الأمطار 20 إلى 14، بريدة 23 إلى 13، وحائل 18 إلى 10 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.